يوم احتفالات ويوم تتويج نادي أركويت ببطولة الدوري المحلي لاتحاد الخرطوم لكرة القدم. لنادي أركويت النادي الرائد، النادي الغايد، النادي العظيم. نحن سعيدين أنه نكون في استضافة قناة البلد، القناة الكبيرة، القناة الرائدة في مجال الرياضة. حقيقة نحن يمكن الشيء اللي وصلنا له اليوم يمكن كان بعمل دؤوب وبتخطيط وباستراتيجية لمجلس الإدارة بقيادة الغايد الرقب الرئيس الدكتور عمار ضفع الله. نحن مجلسنا يمكن له سنة ونص، لكن النجاحات اللي حققها في هذه السنة والنص يمكن كانت كبيرة لعمر المجلس، حيث أننا نحن في الموسم السابق يمكن نلنا بطولة كأس السودان المحلي على مستوى اتحاد الخرطوم، ومشينا في البطولة حتى دور الأربعة ولعبنا مع نادي المريخ العظيم، ويمكن خرجنا من دور الأربعة بضربات الجزاء الترجيحية وهي بتسمى بضربات الحظ. يمكن كان نحن برنامجنا واستراتيجيتنا كمجلس إدارة إنه الموسم ده نحن لازم ننال بطولة الدوري المحلي على مستوى اتحاد الخرطوم، كهي ده كان الهدف بتاعنا، وإننا لازم نمثل اتحاد الخرطوم في منافسات التأهيل المؤهلة للدوري الممتاز، وده طموحنا يمكن الكبير. وفي هذه السنة بمناسبة الدوري الممتاز نحن بنهني نادي الزومة النادي العريق بمناسبة صعوده لدور الأضواء والدوري الممتاز، ونحن بنقول لهم أنتم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله في الموسم القادم. هي بشريات وهي أمنيات تحققت وستتحقق وتكتمل الصورة إن شاء الله. يمكن تحية لجمهور أركويت، نادي أركويت الجمهور العظيم، والجمهور والتحية لمجموعة برازيل الليغا المكونة من قدامى لاعبين النادي لما قدموه من دعم ومساندة وتشجيع. الله نحن يمكن نادي أركويت تأسس سنة 1988 برئاسة الرئيس الأمين الطيب بقادي والسكرتير أزهري وعباس الخضر، يمكن كان هو أول أمين مال، يمكن ده كان أول مجلس إدارة. الناس في الوقت ده كانت المشاركات في دوري الدرجة الثالثة، لكن نحن بعد الطفرة العمل على سبيل الذكر مشكور الرئيس عوض رمرم الذي صعد بالفريق من الدوري الدرجة الثانية للثالثة، من الثالثة للثانية للأولى، ونحن استلمنا الفريق في الدرجة الأولى كبداية كانت كلجنة تسيير لأنه كان في فراغ إداري في الوقت ذاك. والرئيس عمار يعني يمكن دق صدره وشال الشيلة، وكان طموحنا أكبر من أنه ننغز نادي أركويت في تلك المرحلة، بل كان هدفنا أنه نحن نحقق بطولة الدوري وإننا نلعب في الممتاز، وطموحاتنا يمكن بتصل إنه إن شاء الله في يوم من الأيام وما ذلك ببعيد إنه نكون ممثلين للسودان في البطولات الأفريقية إن شاء الله. ده بيتي بعمل كبير وعمل دؤوب من لاعبين وأجهزة فنية وإدارة رشيدة من دكتور عمار وبقية أعضاء المجلس الأخوان محمد عبد الوهاب في الاستثمار والأخ أكرم ورضا في أمانة المال والأخ حسن كدوس والأخوان شولا ولكيد ولؤي وكل الشباب. يعني نحن الميزة إنه مجلسنا مجلس شباب، يعني يمكن كل الأعمار المجلس يعني متغاربة وناس متفاهمين وناس منسجمين وبيعملوا كجروب واحد وبتناغم كبير، يمكن ده خلى الناس إنها تصل للنجاحات الكبيرة دي وتحقق طموحاتها، لأنه كل زول عارف دوره شنو في المجلس وكل زول بيقوم بدوره ووفق رؤية وفق استراتيجية وفق تخطيط الناس اتفقت عليه وبند عليه. ويمكن نحن يعني نادي أركويت إن شاء الله الناس تزورنا بعد ننال الدوري وللتهنئة والتبركات وتشوف نادي أركويت ومكانته، نادي فيه ملعب خماسيات فيه حوض سباحة. نحن مقبلين إن شاء الله في مقبل الأيام من المشاريع الطموحة المستقبلية إنه يكون عندنا استاد بنبدأ في إنشاءاته إن شاء الله، وعندنا له أوراق وشهادة بحث، وده كله يكون عمل مكمل لبعض، يعني على أساس أنه الطفرة
والبنيات التحتية هي أساس كل عمل سليم، حتى إنه الناس يعني تتبوأ مكانة مرموقة إن شاء الله في كرة القدم السودانية. بنتمنى لها التوفيق، وما بيأتي التوفيق ده إلا من خلال المراحل السنية أنا بفتكر. ونحن اهتمامنا بفريق الشباب في نادي أركويت من أول أولوياتنا، إنه يكون عندنا فريق شباب قوي ومتجانس وفيه مواهب ومن أعمار صغيرة حقيقية، حتى إن تكون داعم وسند للفريق الأول إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا في البداية بحيي قناة البلد، القناة الرائدة الفتية، نحن نعتبرها ماشية على الدربة العالمية. بحيي اهتمامها كمان بدوري الدرجات، دوري الدرجة الأولى والدرجات المختلفة كقناة رياضية مهتمة بشأن الرياضي في البلد، ودي لفتة بارعة منهم، وهم ضيوف الليلة على مباراتنا مع فريق الأمير. ودائما الإعلام الرياضي ما قاعد يهتم كثير بدوري الدرجات، فدي بادرة جميلة منا وإن هي تكون الليلة بيننا في دوري الدرجة الأولى. نحن في نادي أركويت الرياضي الثقافي الاجتماعي، الدور اللي وصلنا له الليلة ده مجهود اتبدى من قبل 3-4 سنوات، كنا لجنة تسيير، وبعد ذلك قبل سنة جينا مجلس منتخب وتواصل الأداء بتاع المجلس، فده دور متعاظم قام ما بفرد واحد، قام بمجهود جماعي من مجلس وجماهير وأغطاب وأجهزة فنية أيا كان هي تعاقبت على إدارة النادي، أنا بحيها كلها من هنا إلى أن وصلنا حاليا نحن في صدارة دوري الدرجة الأولى إلى الآن منذ الأسبوع الأول، ودي يمكن دي بادرة الإعلام الرياضي ما اتطرق لها. فنحن من الأسبوع الأول النادي يمكن ده دي سابقة، إنه من الأسبوع الأول لحد الأسبوع الأخير لحد اليوم نحن في صدارة دوري الدرجة الأولى. المجهود مجهود جبار من الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الإداري، وحتى الجماهير عندها دور جبار جدا في مساندة الفريق واللاعبين. نحن بنعتبر نادي أركويت عندنا مشروع رياضي متكامل، دي البداية. البداية هو اهتمامنا بكرة القدم، إن شاء الله حيكون عندنا ملعب، نحن جاهزين في تأسيس يكون ملعب مختص بالنادي ونقدر نأدي فيه تمارين وحاجاتنا. حاليا عندنا ملعب الرابطة، لكن ده نحن دارين ملعب للنادي على استاد يعني، فإن شاء الله نحن ماشيين في المشروع ده. وعندنا أكاديمية إن شاء الله برضو نحن تهتم بالصغار بالناشئين، نحن حاليا في عندنا رابطة أركويت فيها مواهب كثيرة جدا جدا، فإن شاء الله حتكون فيها أكاديمية تبع النادي تقدر تعمل التنشئة السليمة للنشأ الصغار. فحاليا نحن كمجلس منتخب عندنا كثير من البرامج، عندنا كثير من الاستثمارات، دارين برضو نطلع النادي من حتة الدعم، نادي يشيل نفسه ويعتمد على نفسه، على الأقل لو جات الإدارات اتعاقبت إدارات لاحقا تكون هي قادرة تقدر تمشي النادي وتمشي الفريق. طموحنا لا محدود، نحن إن شاء الله طموحنا إنه نكون في الدوري الممتاز ونكون من أندية القمة في البلد، وده حق مشروع لنا وإن شاء الله نحن بنقدر عليه وبمساندة الجميع في أركويت. فأنا بحيي قناة البلد للمرة الثانية وكثر خيرهم على اهتمامهم بنادي أركويت، ومن هسه نحن عندكم دعوة مفتوحة، النادي ناديكم وأي وقت مرحب بكم في دارنا في النادي في التمارين في أي وقت. الحقيقة نحن من مشجعي نادي أركويت الرياضي، والحمد لله الموسم ده التيم اشتغل شغل ثقيل جدا، ونشكر المدرب دامبا على المجهود واللاعبين والإدارة ما قصروا والله مع التيم، إن شاء الله السنة الجاية في الممتاز بإذن الله. أنا مشجع، لا كنت لاعب في أركويت من الرابطة، والحمد لله خلينا الكورة وبقينا مشجعين نادي أركويت لأنه أركويت الكيان العشق الأول والأخير إن شاء الله. نحن بنغني أساسا في الحلة هناك في أركويت، بنغني بنشتغل حفلات وكله، وقلنا نستثمر صوتنا مواهبنا دي في تشجيع النادي إن شاء الله. فيكم لأركويت ولا أغنية عادية ولا لا يا أخي؟ ما أركويت بدون نوبة ولا بالنوبة صحيح؟
يا زمن أنا ما جنيت أصلي ما سويت شي في دروب الريد مشيت ربي كاتب لي المشي جيت حزنان يا زمن والله حزنان يا زمن والغير فرحان منتشي يا زمن أنا ما جنيت وصلي ما سويت شي في دروب الريد مشيت ربي كاتب لي المشي جيت حزنان يا زمن والغير فرحان منتشي كم بنيت مع سعيد وكم شقيت انا يا زمن كم كتبت انا في قصيده ولوحه من جنات عدن بس مناي تصبحي سعيده تبقي لي من غير فتن ويبقى قبرنا في قلبه وتوبه يبقى لي كفن يا زمن لوين مصيرنا ويا طريق وين تنتهي ليه متين ارتاح ضميرنا وإلقى زولو 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 المشتهي طبعا فريق أرخويت فريق عريق موز القدم برازيل الليج والآن مصدر البطولة من فوز إلى فوز أتمنى له الصعود وهو جدير بذلك وفريق يعني يمتلك من الخامات الجيدة الخامات الكويسة ولديه مجلس إدارة وأخطاء ما شاء الله كلهم مواكبين كل مهتمين بالفريق على رأسهم السيد الرئيس عمار الأخ السكرتير نصر الدين وجميع مجلس الإدارة مهتمين بالفريق بكل صغيرة وكبيرة وأيضا المشجعين زي ما شايفهم ديل ما شاء الله كلهم شجعي أركويت أيضا يعني واقفين خلف الفريق قلبا وغالبا زي ما بقولوا إن شاء الله نسأل الله العلي القدير الصعود للممتاز إن شاء الله بإذن الله شكرا لقناة البلد القناة الولدة عملاق وبهذه المناسبة أرسل تحية لأخونا النزير السلام عليكم ورحمة الله أحمد عبد القادر بخيط عضو مجلس إدارة نشكر قناة البلد على هذه اللفتة البارعة وبالنسبة للنادي أول حاجة نشكر الله سبحانه وتعالى على المرحلة نحن وصلنا دي وبتوفيق من الله ومن الجمهور ومن مجلس الإدارة ومن السيد الرئيس رئيس النادي الدكتور عمار دفع الله ونسأل الله التوفيق وربنا يقدرنا نمشي الممتاز إن شاء الله وما في كلام تاني شكرا جزيلا والله الجهاز الفني برضو بنشكرهم لأن هم قصروا وقاموا بدور كبير أكبر دور قاموا به في هذه الرحلة اللعيبة والجهاز الفني طبعا وبنشكرهم شكر كبير 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 للغاية يعني لأن هم أكثر ناس ساهموا في أن أركويت توصل المرحلة دي وإن شاء الله نحن من خلفهم وبنشيد في أزرهم وربنا يوفقهم كمان وكمان يمشوا نشوفهم قدام متقدمين دائما إن شاء الله والله طموحاتنا إن شاء الله وصولنا للممتاز إن شاء الله ده الطموح الأول 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 والحلم بمثابة حلم يعني في الممتاز إن أركويت تكون في الممتاز وربنا يقدرنا وأركويت إن شاء الله كلها واقفة وقفة واحدة ووقفة رجل واحد ونسأل الله التوفيق شكرا جزيلا ومع النصر الله من عند الله الحمد لله يعني ده جهد مقدر من الإدارة وتعب ومسابرة والناس نالت مبتغاه وبنشكر كل جمهور أركويت الذي يعني قدم لنا دعم ومساندة طوال الفترة و يعني بجد يعني نشكر قناة البلد على هذه اللفتة البارعة واتمنى لها التقدم والازدهار إن شاء الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم في البدء شاكر جدا لقناة البلد شاكر جدا للتيم اللي ساهم في تغطية تتويج نادي أركويت
بفتكر انه المجهود مجهود جماعي والنجاح هو يعني منظومه متكامله. الشكر بيمتد لمجلس الاداره وربان مجلس الاداره الدكتور عمار ضف الله، وكذلك مجلس ادارته اللي هو يعني عمل على انه اركويت تكون بطل للدوري. شكرا ايضا للجهاز المعاون الكوتش هيثم السر مازن، الكوتش عاطف والكوتش الحضري والدكتور نميري. انا بفتكر انهم هم اصحاب انجاز حقيقي. الشكر للاعبين لانهم هم كانوا دائما عند الموعد. انا بفتكر انه لاعبين اركويت يستحقوا التتويج، اصحاب مجهود واضح، اصحاب جهد واضح. اكرر شكري للمرابطين، للجماهير، للاخطاب، للمحبين، لبرازيل الليج. انا اتمنى انه اركويت يعني هو يعمل بخطى ثابته وحسيسه انه يمشي للدوري الممتاز. افتكر انه المقاوم موجود بالنسبه لهم. شاكر مره اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهني جمهور واداره نادي اركويت لبلوغ كاس دوري الدرجه الاولى، وان شاء الله مزيد من التقدم والانتصارات ان شاء الله. احيي جمهور اركويت العريق، وان شاء الله نعيدهم في الايام القادمه ان شاء الله، او في الموسم القادم ان شاء الله البلوغ ممتاز ان شاء الله. شكرا جزيلا. مجلس الاداره نشكرهم ونهنيهم، وتعبوا معانا شديد والله، دي حاجه بسيطه نقدمها لهم. شكرا جزيلا. اشكر يا كل جماهير اركويت في الوقفه اللي وقفت معنا في من بدايه الموسم، والحمد لله ان ربنا وفقنا ان شاء الله حققنا البطوله بتاعه الدوري، وان شاء الله مزيد من التقدم. ونتمنى لنادي اركويت يكون في الدوري التاهيلي ويظهر بمظهر جيد زي ما ظهر في دوري الاولى، وربنا يوفق النادي ان شاء الله في مسيرته الجايه ان شاء الله.